دي زي ما حضراتكم عارفين دي جداريه احنا عاملينها بطريقه بتبرز بيها تاريخ الري المصري الذي بدا من اقدم العصور منذ عصر الفراعنه، ثم مرورا بالاغريق والرومان، ثم مرورا بالنهضه الحديثه التي اقامها محمد علي باشا الكبير من سنه 1805 عندما حكم مصر و نظر إلى مصر على أن يقيم بها نهضة زراعية عظيمة جدا، ثم قام ببناء المنشآت المائية العظيمة مثل القناة الخيرية، قناة محمد علي وقناة الإسنة وقناة نجا حماد، ثم جاء عبد الناصر وبعث النهضة الحديثة الأخرى عن طريق أنه أقام مشروع عظيم زي السد العالي الذي وفر الكثير من المياه الفيضانات خلف بحيرة السد العالي في مسافة 500 كيلو متر، 150 في الحدود السودانية و350 في الحدود المصرية، وعن طريق إنشاء السد العالي استطاع أن يزيد من الرقعة الزراعية لمصر. ونجد في هذه الصورة الأطفال كيف يلهون ويلعبون ويستمتعون بقطرة المياه التي تمثل الحياة. ده طبعا يا فندم من ضمن النسخ النادرة لكتاب وصف مصر الذي صنعته الحملة الفرنسية من سنة 1798 حتى سنة 1801 عندما خرجت الحملة من مصر، ولكن أنتجت هذا الكتاب وأول طبعة له خرجت سنة 1809 ووقع عليها إمبراطور فرنسا في ذلك الوقت نابليون بونابرت. دي صورة ودي صورة عندما كان يصل نهر النيل إلى منطقة الأهرامات، ودي صورة نادرة جدا لشكل النيل في هذه الفترة. موجودين كل هذه النسخة كاملة، 24 مجلد اللي هم الكتب وال11 ألبوم المرتبطين بهذه المجلدات كلهم موجودين في المكتبة، لأن وزارة الأشغال تملك نسختين، نسخة موجودة في مكتبة وزارة موارد مياه الري في ديوان عام الوزارة، والنسخة الأخرى في مكتبة المركز القومي لبحوث المياه بالقناة الخيرية. هذا الكتاب الكبير ده كتاب أطلس مصر الذي توجد به الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية من سنة 1828، وهو تم إخراجه برعاية الملك فؤاد في تلك الفترة. وده أطلس التغيرات المناخية في مصر ودول حوض النيل، وهذا الأطلس تم إنشاؤه سنة 1931 برعاية الملك فؤاد الأول 1931. وهذا الأطلس له من الأهمية ما له، لأنه يظهر التغيرات المناخية التي تحدث لمصر ودول حوض النيل كل فصل. نسخة من كتاب نخبة الفكر لتدبير نيل مصر للأمير الجليل سعادة علي باشا مبارك. وعلي باشا مبارك من ضمن أهم الوزراء اللي تولوا وزارة الموارد المائية والري أو وزارة الأشغال العمومية في تلك الفترة، وهو أول وزير مصري تولى نظارة أشغال، لأن كان في تلك الفترة كل من يتولاها هم الأتراك الشراكسة. وزارة الأشغال العمومية كانت تمثل في الفترة السابقة عدة وزارات مثل وزارة الإسكان، مثل وزارة الكهرباء، الطرق والكباري. فنجد من ضمن الآثار الموجودة عندنا للأعمال التي كانت تقوم بها وزارة الأشغال مصدر الساعات. هذا المصدر الشبيه ليه الآن الساعة بتاعة جامعة القاهرة. هذا المصدر هو ما يقوم بضبط الساعة، وعن طريق استخدامه لبطاريات سائلة. هذه البطارية كانت تقوم بتشغيل الساعة، ويقوم بشحن هذه البطاريات تونجر لتحويل الطاقة الكهربائية العادية إلى طاقة قليلة تستخدم في البطاريات لشحن هذا الساعة. ودي ساعة أخرى التي كانت تأخذ من الساعة الرئيسية اللي هي الماستر، ودي الترمينال الخاص بيها. الأمر الثاني ده كان جهاز فولتاميتر كان بنستخدمه لقياس شدة التيار للبطاريات المستخدمة في شحن هذه الساعات. الأمر الثاني طبعا إن هيئة الأرصاد الجوية اللي هي كانت تحت مظلة وزارة الموارد المائية والري، كانت تسمى في ذلك الوقت مصلحة الطبيعيات، وكانت لها العديد من الأعمال زي الاسترلاب والبوصل التي كنا نستخدمها في معرفة مواقع الشهور القمرية لتحديد بداية الشهور القمرية، وكانت تقوم في ذلك الفترة مصلحة الأرصاد بعمل هذا. ودي كان شكل آخر من البوصلات اللي كانت بتستخدم في ذلك الفترة. بعض الأشياء مثل دوارة الرياح التي كانت نتعرف بها على سرعة الرياح
واتجاهاتها لتحديد المواسم الزراعية. هذا نموذج للسد العالي وخلفه بحيرة ناصر. هذا من ضمن الأشياء القديمة أيضا. هذه آلة حاسبة كانت تستخدم في الحسابات في ذلك الفترة وهي ما زالت تعمل حتى الآن. من ضمن الأشياء التي كانت يستخدمها برضو مهندس ري في معرفة مساحة الطرق والميول الخاصة بها، وهذا جهاز يسمى تيوليت ستيشن الذي يستخدم في المسح للطرق والكباري. بعض الأشياء الموجودة عندنا، مكنة السينما دي، هذه المكنة التي كانت تستخدم في عرض الأفلام السينمائية، وهذا هو بعض الأفلام التي كانت تعرض، وهذا فيلم عن نهر النيل في ذلك الفترة. احنا في هذا الركن بنتحدث عن ان مصر بتتعاون وتتشارك مع دول حوض النيل ولا تتشابك، ونضع هنا في هذا الركن مجموعة الكتب ومجموعة التقارير الفنية والاتفاقية بتاعت حوض النيل سنة 1929 والاتفاقية بتاعت سنة 1959 ما بين مصر والسودان، ونحن نقدم رسالة للعالم ونقدم رسالة لدول حوض النيل، مصر تتشارك ولا تتشابك.